رساله يا هلا اهلين صبحي بيك. مرحبا مرحبا شيخنا. تفضل تفضل. اهلين صبحي بيك. شو لك لك مرات؟ الحمد لله مشكور الله. استاذك انت وبرو؟ اي والله الحمد لله كتر خيره مسكني عنده. روح اعمل لي نفس مثل العادي. شلونك يا ابو صالح؟ شلون الاوضاع بالحاره؟ الحاره معمي على قلبي يا صبحي بيك. من جهه الناس حزناني على الزعيم، من جهه تاني احوال الناس كل مال عم تضيق. الفرنساوي مو تارك حدا ابو صالح. هي قصه فرنسا قصه دوليه وعالميه، ما بصير نتدخل فيها لانهم عم يخدمونا بالحرب. شبك عم يخدمونا؟ يحرقوا نفسنا. ليش نحنا ما بنحسن نحمي حالنا؟ ابو صالح بزعل منك. ها وين نحنا وين فرنسا؟ نحنا شعبنا الله يعينه. شبو شعبنا يا بيك؟ انا عم بحكي مع ابو صالح. وانا عم احكي معك. كان رح تسمعني. شباب شباب ما دريتوا شو صار؟ خير بالروح؟ لك علق اموري وصبحي مشان الفرنساوي. ليك يا لطيف ومو شباب؟ فهموا للاخ من وانا. من غير ما يفهمني ولا بيهمني مين انت، بيهمني شو كنت عم تحكي عن اهلي وناسي. مو ضروري. بعدين انت ضيف والضيف بيحفظ ادبه وما بيطاول على اصحاب البيت، مو هيك؟ لا لا يا افندي، نوري بيك ما له ضيف منوب. نوري بيك من اهل الحاره. طالما من اهل الحاره لازم يحترم كباريتها، مو هيك؟ على راسي كباريتها كلهم، بس اللي بيستصغر بأهله ما بيكون كبير منوب. عمي نوري، من بعد إذنك نحكي معك كلمتين جوا. تكرم عمي خالد، تكرم. شرف يا كبير. شرف عمي، شرف. تفضل تفضل صبحي. شرف تفضل شيخي. منو هذا اللي حتى يتدخل بيناتنا؟ ها؟ منو هذا؟ ويتطاول على واحد من كباريت الحارة يلي هو أنا. شفت إنه شعبنا لساته على نياته؟ بعدين من وين لوين لحتى يجيب الشباب معه؟ لك خص وطي صوتك، هلا بتعملنا مشكلة. أنا وطي صوتي؟ ما بدي وطي صوتي، ما حذر. استهدوا بالرحمن يا جماعة، صلوا على النبي. اللهم صلي عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي على النبي. يعني انزعج لأنك حكيت على أهل الحارة؟ زقرت والله. هذا واحد طنبرجي، طنبرجي بده يعمل زعيم، بس أنا ما سكت له أبداً، فوراً حطيت له حد. لولا شباب الحارة ما أجوا حلوا الموضوع لكنت دريت الليلة عامل جريمة بالحارة. لا بدك تطول بالك مو هيك. طولت بالي يا بيه، طولت بالي، بس هذا بده ترباية، يعني لازم تجيبوه وتعملوا له لازم حتى يعرف يحترم أسياد الحارة اللي مثلي أنا. ولو حاضر، بس يا صبحي لازم نتصرف بذكاء، يعني نوري شغلته بلا طعمه ومو محرجه. بس هذا طول علي يا بيك. ليك